تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، قامت مدرسة البحرين حفل تخرج طلبتها، وذلك بحضور سمو الشيخ تركي بن راشد الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المسؤولين والسفراء بالمملكة وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور. وبدأ الحفل بعزف السلام الملكي، ثم ألقيت كلمات بهذه المناسبة من قبل الهيئة الإدارية بالمدرسة، أعربوا من خلالها عن شكرهم وتقديرهم لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على تفضله برعاية هذا الحفل، مؤكدين أن مدرسة البحرين اتخذت العديد من الخطوات التطويرية في سبيل الارتقاء بخدماتها التربوية والتعليمية، وذلك بإدخال التقنية التعليمية في جميع الفصول ووضع خطط متميزة لرعاية الطلبة الموهوبين، مقدمين التهنئة إلى الطلبة المتخرجين ومتمنين لهم التوفيق والنجاح. كما ألقيت كلمة الخريجين التي عبروا فيها عن سعادتهم بلحظات التخرج، مثمنين الجهود التي بذلها أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور سعيا نحو تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، مؤكدين حرصهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وصولا إلى نيل أعلى الدرجات العلمية في مختلف التخصصات بهدف خدمة وطنهم الذي قدم لهم الكثير. ثم قام سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بتوزيع شهادات التخرج للطلبة، والذين كان من بينهم سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة عن تقديره لكافة أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية على جهودهم الكبيرة التي بذلها من أجل تحقيق الطلبة لهذا التفوق الكبير في المجال العلمي، منوها بما تبذله مدرسة البحرين من جهود للارتقاء بخدماتها التربوية والتعليمية، مضيفا أن الدور الذي تقوم به مدرسة البحرين وما قدمته من خدمات تعليمية قد ساهم في تخريج أفواج متعاقبة من الطلبة المتميزين المتسلحين بالعلم والمعرفة. وأشار سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة إلى أن الطلبة مقبلون على مرحلة هامة في حياتهم من خلال الالتحاق بالدراسة الجامعية، مشيرا إلى ضرورة استغلال الطلبة الخريجين لهذه المرحلة من أجل اكتساب المزيد من العلم والخبرات وإثراء المسيرة التعليمية في المملكة.